السلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بسبوسه فرديه. عندنا البنات في المقادير عندنا ثلاث البيضات، وحده لافاني، جوج خميره، عندنا السميده حسب الخليط، عندنا واحد الكاس متوسط ديال الحليب، واحد الحك ديال دانون، عندنا كاس ديال السنيده، وكاس الزيت. وعندنا هاد الليمونه البنات هما فاش غنخدموا، عندنا هما موجدين مدهونين بالزبده مرشوشين بالطحين. والحشوه باش غنعمرهم البنات، عندي لا كريم باتيسير فاني، عندي داناو ها هو ديال الفواكه، وديك غير الكاسرون بوش باش اللي غيسهل عليا الخدمه، والكاسرونه ديالي فاش غنخدم هذيك لا كريم باتيسير. اما البنات ان شاء الله نبداو مع بعضياتنا. البنات درت هنا دوك ثلاث البيضات، ساشي ديال الفانيو الملحه، والكاس السكر. انا غنخدمهم مزيان البنات حتى تنسجم ليا العناصر مزيان. غنبدا البنات كنزيد الزيت، نزيد البنات داك الكاس الحليب، ونزيد داك الحك ديال ياغورت طبيعي ما فيهش السكر البنات، بلا سكر. باش كنعرفوا حنا بسبوسه كنتسقيوها بالسيرو، الا درنا كلشي حلو غتجينا حلوه بزاف. نديرو بسوسه البنات هاد الحك ديال دانا، كنحرك مزيان. البنات بعد ما تخلطت لي العناصر مزيان غنزيد نزيد السميده، وانا كنحرك البنات. غنزيدو الخميره ديال الخريه، باش عندنا الحليب الا زدناه في الاول كتموت لينا الخميره. مازال شويه مرخوفه البنات، غنزيدها شويه السميده ونطلع. القياس البنات اللي عطيتكم راه زد ليا تقريبا زلافه ونص ديال السميده. غنوريكم البنات كي كيجي الخليط ديالها، تقيل شويه من ديال البغرير. بالبنات غادي نحاول نعمر هذا الصوص اللي يجيني ساهل في الخدمه نعمر به، غنعمر البنات ونعاود نكمل باش ما نطولش عليكم الفيديو. جبت البنات واحد المغرفه كاس، درت فيها واحد الفوش باش يسهل عليا الخدمه، وغنعمر فيه البسبوسه ديالي، ونجيب البنات الطاوه ديالي قدامي.
غادي نبدا البنات نعمر الليمون ديالي. البنات عمرنا ليمون ديالنا ديال البسبوسه، غندخلوهم للفران مسخن على 180 درجه، وعندنا ميزاننا تيطيبوا لنا وغنتلاقاو مع بعضياتنا ونشوفوا كيفاش غنزينوهم من بعد. البنات واحد الكاسرونه غناخذوا واحد داناو ديال الفواكه، غادي هنا البنات غنزيدو معاه واحد الكاس صغير ديال الحليب مع ديك دانا، وغنديرو واحد 3 معالق ديال النشا ديال لا كريم باتيسيير الفاني، وغنردو البنات في القاعدة كلشي فوق النار حتى يعقد لينا. نحركو لنا بلولة مزيان باش ما يجيناش داك لي شوبيبات فيه، وغنحطو كلشي فوق عافية مزيانة البنات، وغنبقاو متابعين وكنحركو حتى يطيب غير يعقد وغنتلاقاو. البنات ها الكريمة ديالنا شوفو تبان ليكم هي وجدات، وغنحيدها البنات من هنا وغنديرها في شي زلافة باش تبرد ليا، باش ملي طيب ليا البسبوسة ديالي نعمرها ونتلاقاو البنات ملي طيب لينا البسبوسة. البنات غنصايبو دابا السيرو لي غنسقيو بيه ديك البسبوسة ديالنا، عندي كاس ديال السكر، كاس د الما، واحد ألزا زهر، واحد جوج طرونشيات د الحامض، غندير كلشي البنات في كاسرونة، وغادي نردو يطيب. هاد 10 ديال الدقائق البنات صافي تيبدا يبان لي راه كيدير ديك الكشكوشه، كنطفي عليه كيكون السيرو ديالنا واجد. دابا البنات غنردو فوق النار، نار متوسطه، ومني غيوجد البنات غنوريكم كي كيكون. البنات السيرو ديالنا واجد. دابا البنات غنحيدو من هاد الكاسرونه باش نسرع ليه التبريد، غنديرو في شي كاسرونه اخرى بارده باش نسرع ليه التبريد، لان القاعده كتقول بسبوسه سخونه السيرو بارد، اولا العكس الا كان السيرو سخون خص تكون البسبوسه بارده. البنات هاهما البسبوسات ديالنا طابو، خرجناهم ناخدو كويغطات البنات دوك ديال كاب كيك كبير، كنفرشهم ليهم بحال هكا كل وحيدة وحيدة، كنسرحهم البنات
بالبنات غنسقيهم بالسيرو اللي طيبنا قبيله. السيرو راه هما الا بزوف باقا سخونه البنات. قسم جوج معلقات في كل وحده كترطب لينا تتشرب معنا. اصلا ديك الكاس ديال السكر كرا كتجي مسوسه. ونكمل البنات ونتلاقاو باش ما نطولش عليكم البنات. هذيك الكريمه ديالنا من بعد ما بردات البنات غنعاود نضربها شويه باش تطلق ما تبقاش باش تجيني ساهله نعمر بها البنات. البنات هنا شديت ديك الكريمه درتها في واحد الجيب حلواني. عندي البنات واحد كرامبل ديال كاوكاو. هنا عندنا كاوكاو البنات كنشدوه كندهنوه بزيت كندخلوه للفرن حتى كيتحمر مزيان وكنطحنوه حتى كيطحن مزيان. ملي كيطحن كنزيدو عليه واحد جوج معلقات العسل. ملي كينشف البنات كيجي داير بحال الكرامبل هانتوما ومعلك. دابا هذا البنات غنعمر به الوسيطات ديال هاد هنايا ديال هاد الحرق ديال هاد البسبوسات. ونغطي بديك الكريمه البنات اللي صايبناها. انا راه دابا صايبت معكم غير نص البنات نص الاخر راه باقي ليه باش ما نطولش عليكم الفيديو. تبارك الله خرجت شحال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 16 وحيدة البنات. البنات غنغطي هاد هاد الحليوة غنغطيها بالكريمة. من بعد غنقادهم بالمعلقه البنات نقادهم البنات ونتلاقاو باش ما نطولش عليكم البنات. ها البسبوسه ديالنا اللي مصايبناها بالكرامبل ديال الكاوكاو كتجي زوينه وكتجي داك الكاوكاو فيها معلك. كنتمنىكم البنات تجربوها راه ماشي شي حاجه واعره. وبالصحه والراحه البنات وتابوناو وديروا لي لايك كي كنقول لكم دائما وبارطاجيو وبالصحة والراحة. نتلاقاو إن شاء الله في وصفة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.